تنسلم على الايام ويش العلوم. الناس ضاعت عوايدها وعادات، تخلفوا في المبادئ والسنع والسلوك، خلت متجنيها على اتجاهات. مبادئ عبها على الكلام والرسوم، غابت عبور الاوادم في متاهات. في كل يوم على العالم تشن الهجوم، باسمك ضحايا برامجها وغارات. يا كثر ما تعرض الرشاشات في كل يوم، يا كثر ما تنشر العالم تفاهات. اللي تبث المقاطع وصل للعموم، حياتها بين روحتها جيات. واللي يروح العزب، واللي يروح عزوب، واللي تصور موات الهات وثوات. واللي من النوم صاحي، واللي ما جاه نوم، واللي غرق في الحياه وفي ملذاتها. واللي يبي يعتمد، واللي يفكر يصوم، واللي يتغذك سوالفها وحالاتها. واللي تصور حلم، واللي تصور ثوب، واللي تصور رفاهية محلاتها. التافهين أصبحوا في مجتمعنا نجوم، والناس متابعتها تلوية أوقاتها. مراع وشعور محتاج أن يعيش محروم، ولجر ضلعة الدنيا وصكاتها. والباقي اللي يشوفه ما يسر الدروب، غير المهابيل واللي في سنباتها. لحق الضرر الكبير اللي يدوبه يقوم، وذاق العزائر من الوحدة وسرعاتها. مع قدره يدوب ولا يصير الخدوب، معاد مضيعة حتى صلواتها. أخذهم الوقت عنه وضايقتها الهموم، يصنع الشيب والدنيا ولوعاتها. الوقت هذا نشر فينا جميع السموم، وغير عنها النوايا البيض نياتها. حتى أهل البيت وسط البيت صاروا مكسوب، وتمر الأيام ما شفت اجتماعاتها. يا صاحب أعمال الوادي فالوادي المسوم، يا طيبها وتواصل في قرباتها. كل مع العولمه واللي تبثه يعوم لهين، كل تبع نفسها ومشهاتها. والدايم موضع غير الله يمكن يدوب.